مجدي يرسل كرة، كرة عرضية طويلة، ادريس فتوحي يفتتح التسجيل، ادريس فتوحي يفتتح التسجيل للشواهين بهذه الراسية والمثالية. ينجح السيلية في ان يتقدم بنتيجة المباراة عن طريق ادريس فتوحي، وبالتالي 1-0 1-0 بهدف ياتي في افضل توقيت ممكن. هذه هي الكرة الطويلة وهذه راس ادريس فتوحي التي تعلن عن بداية هذا اللقاء رغم قلة الوصول ورغم قلة الفرص وندرتها، إلا أن ذلك لم يمنع السيلية من أن يكون هو أكبر من أجل أن يتصدى، تكون أكبر من أجل أن يتصدى. خافي مارتينيز في زاوية أخرى وفي مرة ثانية تعاد في ركلة الجزاء، ينجح في أن يسجل وينجح في أن يعيد الملك للقاء الدول الإسباني السابق خافي مارتينيز. واحد من نقطة الجزاء، من نقطة الجزاء.